السلام عليكم، كثيرين بخير. تنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناة لبنى. الفيديو ديال اليوم غير على كل الفيديوهات. هذا الفيديو هذا واحد الواقع، واحد او حقائق تعيشها اغلب الشعب المغربي، واحد الحقائق اللي الناس بزاف كاينين اللي تيقولوا كل اللي تيقول لك هاد الامور كاينه، كل اللي تيقول لك هاد الامور ما كايناش، مجرد خرافات. ولكن هاد الفيديو غيقربكم من يعني من شي حقائق اللي الناس غافلين عليها، وبالعكس هاد الامور ما تغفلوش عليها. هاد الامور يعني ما تاخذوهاش بالسلبيه، ولا تاخذوا هاد الامور خذوها على محمل الجد. هاد الامور راه هاد الامور كاينه، يعني ماشي ما كايناش يعني، ولكن ما غيعيش وما غيحش بهذا الشيء غير الانسان اللي عاش هاد التجربه. بالنسبه للموضوع، هادي البنت البارح كان عندها المسكينه العرس ديالها، نهار الفرحه ديالها اللي فرحانه موجده، يعني مخطه واحد المستقبل، واحد الحياه اخرى. يعني للاسف البنت يعني ما جات فين تكمل العرس ديالها، صابت بالتسمم، ما جاو فين يديوها للسبيطار، باتت الليله في السبيطار. اليوم انا لله وانا الى راجعون، قدر الله ما شاء فعل. ولكن هادشي كله مناش من وكلوها، هادشي كله من الحقد والبغض والكراهيه اللي كاينه في القلب ديال الناس. هادشي اللي تيخلي الانسان الحاقود، الانسان المغيار، الانسان اللي اش نقول لك غاسل ايدو، كما تنقولوا حنا غاسل ايدو من رحمه الله. انا غنخليكم تشوفوا هذا الفيديو ديال والقصه ديال هذه البنت اللي وقعت، واللي صراحه اثرت فيا، لان هذه الامور بزاف ديال الناس دازوا منهم، وبزاف ما كاينش اي فيديو، كاين فيديوهات ان شاء الله وسلسله غتكون على هذا الشيء ديال هذه الامور. كل مره غتكون حلقه في شكل، وغيكون الناس اللي عاشوا هذه الامور، الناس اللي عاشوا هذه التجارب، الناس اللي كانوا يعني تيتالموا كل نهار، ولكن ما غيحش بهم الا الانسان اللي وقع له نفس الشيء، هو اللي غيحس. لان هاد الامور كاين الناس اللي تيقولوا كاينه، يمكن الناس اللي تيقولوا خرافات، ولكن لا، ما تاخذوش هاد الامور بانها سلبيه، خذوا هاد الامور بمحمل الجد. والانسان ياخذ التحصين ديالو، والانسان يكون يعني محصن نفسه، يلاه يلاه باش يتقابل مع هاد السحره، يلاه باش كما تنقولوا حنايا تاقي على نفسه. المهم ما نطولش عليكم، نخليكم مع هاد الفيديو ديال هاد البنت اللي مسكينه، راه الروح عند الله وانا لله وانا اليه راجعون. المسائيه اهلا بكم، وهذا ابرز عناوينها. عرس مغربي يتحول الى كارثه، وهذه التفاصيل. ولكن قبل ذلك ما تنساوش ديروا جيم باش يوصلكم كل جديد. عجل التسمم بوفاة عروس يوما واحدا قبل زفافها يوم أمس الثلاثاء. وذكرت مصادر إعلامية أن العروس ظهرت عليها مضاعفات استدعت نقلها على وجه السرعة لمستعجلة المستشفى الجهوي مولاي الحسن بالمهدي ليتم إدخالها لقسم العناية المركزة بسبب خطورة حالتها. هذا وأكد تقرير طبي تعرضها للتسمم غذائي، حيث فارقت الحياة بعد يوم واحد من دخولها المستشفى. إلى ذلك، وفي انتظار التحقيقات الجارية في الحادث، فمن المرجح أن تكون العروس المتوفاة ضحية أعمال شعوذة أو ما يعرف بالسحر المأكول، تضيف نفس المصادر. نشكركم على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.